بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الصف السادس. النهارده هنبدأ مع بعض للنموذج الثاني. اختبار دوت مهم جدا، عشان ده بالنسبة لكم دوت اختبار للامتحان مهم ومتوقع في الامتحان. فهناخد أول أمثلة. اختار الإجابة الصحيحة. إذا كان 2 في س بيساوي سالب 6، طبعا 2 س معناها 2 في س بيساوي سالب 6. دي كمعادلة لازم نحل المعادلة ديت. العدد اللي جنب السين لازم ألغيه خالص، الاتنين دوت لازم ألغيه. فعشان ألغيه هقسم عليه، هقسم عليه في الجنب اليمين وهقسم عليه في الجنب الشمال. أما أقسم 2 على 2 فيها الواحد، واحد في سين بسين. إذا السين دي هتساوي سالب على موجب بسالب 6 على 2 فيها 3، يبقى السين طلعت بسالب 3. بيقول فإن السين ينتمي، طبعا ينتمي ديت يعني في هنا عنصر بعد السين. السين دوت ينتمي، يعني السين دوت عنصر. السين بكام؟ بسالب 3. يبقى أنا ممكن أشيل كلمة السين ديت أو حرف السين ده وأكتب مكانه سالب 3. سالب 3 ينتمي، هينتمي لإيه؟ هل هينتمي لط؟ ط دي مجموعة الأعداد الطبيعية، يعني الصفر والواحد والاتنين إلى ما لا نهاية، يعني مفيهاش أعداد سالبة، يبقى الإجابة دي مش هتنفع. طبعا الفاي دي المجموعة الخالية من العناصر، يعني ما فيهاش ولا عنصر، يعني ما فيهاش حتى أعداد السالبة ولا الموجبة ولا أي عنصر، يبقى الفاي مش هتنفع. صاد الموجبة يعني الأعداد الموجبة، وسالب تلاتة دوت عدد سالب، يبقى كمان ديت الاختيار ده مش هينفع. هو الاختيار الأخير اللي السالب تلاتة ينتمي لصاد السالبة مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة. السؤال اللي بعده، محيط الدائرة بيساوي نقط في باي. طبعا احنا عارفين ان المحيط 2 في باي في نق، 2 في باي في نق. طالما هو كاتب لك الباي يبقى اتبقى معاك الاتنين والنق، يبقى اللي اتبقى 2 نق، يبقى محيط الدائرة 2 في باي في نق. كتب الباي اتبقى 2 والنق، نكتب 2 نق في النقط، 2 نق. السؤال اللي بعده، ألقي حجر النبض مرة واحدة فإن احتمال ظهور العدد 5. طبعا حجر النبض دوت بيكون متقسم لست أوجه، متقسم لست أوجه، يا إما في نقطة، نقطتين، ثلاث نقط، أربعة، خمسة، ست نقط. كلمة احتمال ديت معناها لازم تكون في نص شرطة. تحت الشرطة ديت بنكتب كل العناصر، كم عنصر؟ يا إما عنصر لاتنين لتلاتة لأربعة لخمسة لست عناصر، هي دي العناصر اللي ممكن تكون موجودة في فضاء العينة. كم عنصر؟ ست عناصر، يبقى تحت الشرط هنكتب ستة. احتمال ظهور العدد 5، العدد 5 ظهر مرة واحدة يبقى واحد فوق الشرطة، يبقى احتمال ظهور عدد 5 يساوي سدس. السؤال اللي بعده، العدد الذي حقق المتباينة س أكبر من سالب 2. طبعا دي اسمها أكبر من سالب 2. إيه الأعداد الأكبر من سالب 2؟ هتبقى السالب 1 والصفر والأعداد الموجبة. طبعا السالب 1 مكتوب، يبقى الأكبر من سالب 2 السالب 1 والصفر والأعداد الموجبة، موجود سالب 1 اخترناه. السؤال اللي بعديه، أكمل. 2 أساس لأس 3، ال 2 أساس لأس 5 على 2 أساس لأس 2. طبعا هنا 2 أساس و2 أساس، الأساس متشابه وفي ضرب، يبقى نجمع الأسس. هكتب الأساس مرة واحدة وأجمع الأسس، هجمع التلاتة والخمسة يبقى 2 أس 8، يبقى ال 2 أساس أصبح لأس 8 على 2 أس 2 هيساوي 2 أساس الأس 8، 2 أساس الأس 2. الأساس متشابه وفي قسمة، هكتب الأساس مرة وأنقص الأسس، هنقص الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت، يعني نقص 8 ناقص 2 يبقى 2 أساس لأس 6. ولو عايز أحسبها طبعا هضرب 2 في 2 و2 في 2 و2 في 2، يعني 2 في نفسها 6 مرات، هيديك الإجابة الصحيحة. المسألة اللي بعدها، العين نقطة. طبعا العين دوت مجموعة، مجموعة الأعداد العد، والطا هي مجموعة، مجموعة الأعداد الطبيعية. طالما في مجموعة ومجموعة، يا إما نكتب في النص، يا إما جزء، يا إما جزئية، يا إما ياسر جزئية. طبعا العين لو مجموعة هتبقى هي داخل مجموعة الأعداد الطبيعية طا، يعني العين جزء من طا، ف
فهديك في النص علامة الجزئية عشان العين المجموعة أعداد العد جزئية من مجموعة أعداد الطبيعية. المثال اللي بعده، مكعب مساحته الكلية 150 سنتي مربع، عايز أحسب طول حرفه. طبعا احنا حافظين القانون بتاع المساحة الكلية بتاع المكعب، المساحة الكلية قانونه مساحة الوجه، مساحة الوجه في كام؟ في 6. يبقى عشان أول خطوة عشان أجيب طول الحرف لازم الأول أحسب مساحة الوجه، ومن مساحة الوجه أجيب طول الحرف. يبقى عشان أحسب طول الحرف أجيب الأول إيه؟ مساحة الوجه. وجه المكعب هقسمه طبعا في النص في شرطة، الشرطة ديت يعني علامة القسمة، هقسم اللي فوق على اللي تحت، يعني أحسب المساحة الكلية على عدد الأوجه الستة وأقسمهم على بعض، 150 على الستة هيساوي كام؟ 25 سنتي مربع. كده حسبنا مساحة الوجه اللي هو 25. طبعا احنا عارفين ان وجه المكعب هو مربع، يعني المساحة ديت هي مساحة مربع. مساحة المربع ايه هي؟ طول الضلع في نفسه. ايه العدد اللي في نفسه ب25؟ هتقول لي 5 في 5. اذا مساحة الوجه بتساوي 25، 5 في 5 يبقى طول الحرف ب5. عشان 5 في 5 ب25 يبقى مساحة الوجه 5 في 5 ب25 يبقى طول الحرف اصلا كان ب5. السؤال اللي بعده، في عندك جدول في التقدير، تقدير ممتاز، في 8 كلمين ممتاز، في 18 كلمين جيد جدا، في 16 كلمين جيد، في 6 كلمين ضعيف. المطلوب احتمال ان يحصل الطالب على تقدير جيد. طبعا معنى كلمة احتمال يعني في النص في شرطة، تحت الشرطة دي بنكتب كل العناصر. طيب احنا دلوقتي المفروض نعرف كم عنصر، يبقى ممكن ازود خانة اسمها خانة المجموع. خانة المجموع دي بيحصل فيها ايه؟ مجموع كل العناصر، هنجمع ال 16 مع ال 6 مع ال 8 مع ال 18، لو جمعتهم مع بعض هيساوي 48. يبقى مجموع العناصر 48، ده العدد اللي هكتبه تحت الشرطة. فوق الشرطة هو عايز احتمال يكون التقدير جيد، كم واحد جيد؟ 16 واحد. وممكن تبسط ال 16 مع ال 2 مع ال 48، طبعا احنا عارفين ال 16 ديت 8 في 2، وال 48 ديت 8 في 6. يبقى لو بسطنا العددين دول مع بعض شلنا ال 8 مع 8 بعد 2 على 6 وفيها تلت، يبقى معنى كده الاختصار طلع تلت. السؤال الأخير في الفيديو دوت، أوجد مجموعة حل متباينة س ناقص 2 أكبر من أو يساوي 3 ومثلها على خط الأعداد. طبعا أول حاجة عشان نحل المتباينة ديت لازم العدد اللي مع السين يبقى في الناحية التانية، يتنقل للناحية التانية ويبقى السين في جنب والأعداد في الجنب التاني. فأكتب السين في الجنب اليمين والمعلومة المتباينة تتكتب زي ما هي. بعد المتباينة كان في 3 تتكتب 3 في مكانها. كان في سالب 2 قبل المتباينة، السالب 2 ديت اما تتنقل للناحية التانية الجنب الشمال يبقى ال 2 أصبحت موجبة. ونجمع ال 3 و 2 5 يبقى الس أكبر من أو يساوي 5. بعد كده هو عايز مجموعة الحل، هنكتب الميم يعني مجموعة، الحق يعني حل، بتساوي طبعا أي مجموعة لها أقواس. وطالما السين ديت فيها علامة اليساوي دي اسمها أكبر من أو يساوي، اليساوي ديت يعني هكتب العدد اللي مكتوب الناحية التانية، أول حاجة هكتب الخمسة. والسين أكبر منه، اللي أكبر من خمسة هيبقى 6 و7 و8 إلى ما لا نهاية، دي اسمها مجموعة الحل. بالمسطرة طبعا هتسطر وتبدأ تحط العناصر على خط الأعداد. طبعا في النص بنكتب الصفر، الشمال أعداد سالبة واليمين هي الأعداد الموجبة. بنكتب العناصر على اليمين الأعداد الموجبة. أول عنصر موجود الخمسة نظللها، الستة نظللها، السبعة نظللها، ظللنا الأعداد ديت ونوصلها ببعض. آخر حاجة في الحل لازم أعرف النقط ديت لها معنى، معناها إيه؟ اللي المجموعة دي غير منتهية، فلازم أعمل سهم، ده معناه السهم اللي فيه أعداد تانية بس مفيش مكان طبعا نكتبها فيه، فالسهم ده معناه إن المجموعة دي غير منتهية. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله نكمل فيه المراجعة النهائية.